بسم الله الرحمن الرحيم. معركة النور الفيلق الأول تحرير تل حمد من أزلام النظام بشكل كامل. هنا كانوا يقيمون والآن حررناها. هذه سيارات ضباطهم. هذه هي المدافع التي كانت يرمى فيها علينا على المدنيين. هذا المدفع الذي كان يرمي علينا ايضا. هذه حصونهم خرجوا هم من رحمة الله ليختبئوا خلفها فضلا منهم بأنها ستحميهم من إرادة الله وإرادة شعب وجيش وثوار صمموا على تحرير هذه الأرض وأثبتوا للعالم كله بأنهم أصحاب حق. وقف الله معهم وقف الله معهم فانتصروا وحققوا نصرا مؤزرا بمثل هذه التلال لا تسقط إلا بإرادة جيش كجيش الحر كالثوار الفيلق الأول الفصائل المشاركة معه وبأسلحة متواضعة سقطت لكن الإرادة كانت عالية والإيمان بالله كان موجودا وقوة منحنا إياها إيماننا بالله قوة لا تضاهى. هذه مدافعهم لم تؤثر بنا هذه حصونهم لم تمنعهم منا هذه سواترهم التي اختبأوا خلفها اقتحمناها واختلقناها وقتلناهم بإذن الله. ضخوا ما ضخوا من الذخيرة ومن العتاد ليكسروا إرادتنا ليكسروا طموح شعب طالب بالحرية لم يطالب بغير هذا وهذا حق لكل إنسان. مدهم العالم بكل ما يريدون الفرس إيران الطاغية تقف خلفهم وتبعث لهم الجنود حسن نصر الله. ستقتل أينما وجد جنودك يا حسن نصر الله وسيلقنون درسا وسيعلمون فنون القتال على أرض سوريا على أيدي الجيش الحر. انظروا هذه دشمهم هذه حصونهم وانظروا كيف نكون نحن في سهل مكشوف لا يحمينا إلا الله.